من المؤكد وكما يقال وفي ضدها تتميز الاشياء، ولم يعرف الناس حقيقه قيمه 26 سبتمبر وقيمه الجمهوريه وقيمه الدوله الا بعد ان فقدوها، وهذا شيء طبيعي جميعا. كان اليمنيون يقرؤون عن الامامه يعني قراءه نظريه، ماده كتبيه موجوده في بطون الكتب، وربما ان هذه الكتب نفسها قد اهملت، لكن اليوم تلقى الدرس عمليا منهم، وهذا في الواقع هو نتيجه تقصيرنا ونتيجه اهمالنا عن حذر من عدو داخلنا يتربص بنا. كان يجب الوقت المبكر ان نضع الاحتياطات وان نضع المنبهات وان نضع المؤشرات القويه، المؤشرات القويه القويه الوطنيه التي تعمل على حد من انتشار هذا السرطان المزمن وسرطان الامامه. لكن للاسف الشديد نحن قصرنا في حق الدوله، قصرنا في حق الجمهوريه، قصرنا في حق 26 سبتمبر، وكانت هذه الكارثه وكان الفأس الذي وقعت في رؤوسنا جميعا. في الواقع اليوم ادرك الناس هذه القيمه، وبدأت سبتمبر اليوم ثقافة شعبية قبل أن يكون ثقافة رسمية للنخبة، وهذه ضمانة قومية وضمانة وطنية وضمانة حقيقية مستقبلية، لأن الناس عرفوا يعني حقيقة هذه الجماعة، ومن ناحية ثانية عرفوا قيمة الدولة التي هي ضامنة لهم جميعا، والتي لا يمكن أن نعيش إلا في ظل دولة ضامنة وجامعة للكل.